في السعودية تبدأ الهيئة العامة للترفيه في تنظيم الفعاليات الجماهيرية لعام 2021، حيث أطلقت مسبقا فعالية أويسز الرياض والتي تستمر لثلاثة أشهر وتقام في إحدى المناطق البرية شمال مدينة الرياض. وتعد هذه الفعالية أولى الأفكار العشرين التي قبلت في مبادرة أفكار الترفيه التي أطلقها رئيس الهيئة تركي آل الشيخ في ديسمبر من العام الماضي. من الرياض تنضم إلينا زميلة حياة الغامدي. أهلا بك حياة. إذن أنت في أويسز، كيف هي الصورة لديك وكيف ترصدين حركة الإقبال على هذه الفعالية؟ أهلا وسهلا بك محمد وبالسادة المشاهدين. نعم، نحن على أرض أويسز التي تبعد عن العاصمة الرياض نحو 100 كيلومتر تقريبا، على مساحة 200 ألف متر مربع. يبلغ عدد زوار هذه الفعالية يوميا ما يقارب 1500 زائر. محمد، اسمح لي محمد بأن يضعنا زميلنا المصور حسن جمول يضع المشاهد في الصورة للفعالية من داخلها. العديد من الحضارات يا محمد والثقافات التي يشملها هذا النوع في الترفيه، بداية من اليابان وغابات الأمازون والثقافة اللندنية، مرورا أيضا بالحفلات الغنائية. طبعا كما نعلم محمد، فإن أول حفلة غنائية ستكون يوم الجمعة القادمة للفنان رابح صقر. اسمح لي مزيدا من التفاصيل أن ينضم إلي الرئيس التنفيذي لشركة تجارب سفن، وهي إحدى الشركات المنظمة لهذه الفعالية، أستاذ عادل الرجب. أهلا وسهلا بك على شاشة العربية. بداية حدثني، كيف بدأت فكرة أويسز وماذا عن أبرز الوجوه الفنية التي ستحتضنها؟ أولا بسم الله والحمد لله، الإنجاز اللي تشوفونه اليوم ما كان ليصير ويحدث لولا دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وتوجيهات سمو سيدي ولي العهد الأمين. في قطاع الترفيه بالذات معالي المستشار تركي آل الشيخ ما قصر من أول ما بدأت المواسم في دعم الشباب السعودي وإعطائه الثقة. الحمد لله اليوم الفكرة إحنا عندنا بدأت من شباب سعوديين، كل واحد يمثل شركته، حبوا ينقلون تراث وطبيعة وجمال الصحراء السعودية إلى مستوى جديد. الفكرة بدأت تقريبا من الفكرة إلى تنفيذ الفعالية وافتتاحها 29 يوم فقط الحمد لله. طيب ماذا عن جدولة الحفلات الغنائية؟ من أشهر الوجوه الفنية التي ستحتضنها؟ احنا عشان المشاهد يكون في الصورة، اليوم الرياض أويسز عبارة عن فعالية فيها شركاء، في شركة سيفن اكسبيرينس الشركة العالمية، وفي عندنا شركة مزايا اللي قدموا لنا المطاعم، وفي عندنا شركة نفيس اللي قامت ببناء المبنى كامل، وعندنا شركة روتانا جوابا على سؤالك اللي بتقدم لنا الفنانين وحفلاتهم. احنا اول حفلة بتكون في تاريخ 29 يناير تم الإعلان عنها للفنان الكبير رابح صقر، وبإذن الله بيتم الإعلان عن فنانين قادم. شكرا، يعطيك العافية. أعود لك محمد. نعم طيب، شكرا لك حياة. بالفعل يعني هذه أويسز بالفعل هي واحة في قلب صحراء الرياض، وبالتأكيد كل شخص موجود في العاصمة سيود المشاركة في هذه الفعاليات. شكرا لك حياة، وشكرا لضيفك عادل من أويسز.